حصد العرض سمر المسرحي السوري شكسبير ملكة جائزتي أفضل مخرج للمخرج لؤي شانة وأفضل ممثل للفنان ناصر مرقبي في ختام فعاليات مهرجان أيام كربلاء الدولي للمسرح بالعراق. وعرض يا سالي شكسبير ملكا الذي أنتجته مديرية المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة من تأليف رضوان شبلي، حيث يروي قصة مستوحاة من هيمنة التراجيديا على نصوص الكاتب المسرحي شكسبير. ولنحكي أكثر عن الجوائز والمسرحية بصرنا نرحب بالمخرج المسرحي لؤي شانة. يسعد صباحك. يسعد صباحكم يا هلا. أهلا وسهلا فيك أستاذة لؤي. يعني شكسبير هذا الاسم العظيم يلي ارتبط بالتاريخ، نحن حصد وحقق شيء كتير مهم ونجاح كتير مهم بشكل عام، خلينا نحكي عنه هيك لمحة صغيرة. تمام. هلا عرض شكسبير ملكا هو مثل ما ذكرتوا حضراتكم من تأليف الكاتب رضوان شبلي ومن إخراجي. هو بصراحة يعني هو مو تأليف شكسبير، يعني بعض الجمهور تساءل يعني هو عن شكسبير. يعني رضوان شبلي عامل نص ونص مهم، يعني كان اسمه الأساسي تراجي كوميديا، أنا اشتغلت عليه عملت له إعداد شوي وسميناه شكسبير ملكا. وكانت المقولة الأساسية لشكسبير ملكا اللي هو عرض ببداية الحرب على سوريا بصراحة، يعني وكانت قبل ما تجي الحرب على سوريا كان هناك ما يسمى الربيع العربي المزعوم اللي ما أتى إلا بالخراب والويلات على الوطن العربي. فمن هذا المبدأ أنا شفت أنه سيطر الحزن والمآسي على عدة أقطار عربية وفيما بعد على سوريا بصراحة. فمن هون فازت التراجيديا، لما نقول شكسبير ملكا أي أنه فعلا أنه غلبنا التراجيديا على الكوميديا. لكن هو حقيقة العرض كوميدي بامتياز، يعني الجمهور اللي شافه بيعرف أنه العرض كوميدي، لكن بيحمل هاي المقولة أنه فعلا التراجيديا طغت في الآونة الأخيرة على باقي المشاعر الإنسانية. يعني من هون أستاذ لؤي بنعرف أنه كيف نبعت الفكرة وتنفذت من خلال النص ومن ثم على خشبة المسرح، ممكن نحكي نحن المراحل؟ طبعا أكيد. يعني هلأ بداية رح نحكي عن موضوع أنه هذا النص اللي هو بالأساس تراجي كوميديا. كنا نحن عاملين مهرجان دولي اسمه مهرجان الكوميديا اللي بيقيموا تجمع القباني للفنون المسرحية باللاذقية، والتجمع هو يعني أنا رئيس هذا التجمع مع بعض الزملاء الفنانين. أعلننا بدورة من الدورات المهرجان عن مسابقة للنص الكوميدي، وأعلننا أنه أفضل نص كوميديا بيترشح لأنه ينشغل عليه بافتتاح الدورة اللاحقة للمهرجان، وهذا ما كان فعلا. فاز وقتها نص رضوان شبلي واشتغلنا عليه. كان كاميرا الإخبارية السورية واكبت العرض المسرحي مثل ما حكيتي سمر، وكان في إقبال كتير كبير على المسرحية. جدا كان في إقبال كتير كبير. صحيح. قديش هيك في فرحة أنه أنتوا عملتوا شيء ولقيتوا نجاح. النجاح هو بجذب الجمهور. قد ايه كان هيك في اقبال؟ يمكن حكينا تحت الهواء عن انه يعني قد ما كان في عجقه. صحيح. سكر الباب خلاص، اللي ما لحق الوقت وما قدر يفوت يحضره، ان شاء الله بيقدر يحضرها المره القادمه. تفضل. طبعا هلا مديريه المسارح والموسيقى مشكوره، وهي متمثله طبعا بالاستاذ عماد جلول، بصراحه عنده خطه هذا العام بانه يكون في يعني الفرق المسرحيه المتميزة بالمحافظات إنها تزور دمشق وتعرض ويستضيفوها بمسرح الحمراء أو على مسارح دمشق الأخرى. ومن هذا المبدأ أو أيضا ممكن يكون في فرقة من دمشق تزور باقي المحافظات، وهي الخطة بصراحة خطة كتير مهمة بحيث أنه يتاح لجمهور المحافظات أنه يشوف عروض دمشق ويتاح لجمهور دمشق يشوف عروض المحافظات. يعني عرض شكسبير ملكا بالحمراء يعتبر هو نوع استضافي. من يعتبر نوع من التحدي الفني. صحيح. لجمهور الدمشقي. حنتابع لقطات منه هلأ. نعم. التراجيديات لازم يتمثلوا، لازم تنبعث فيهم
الملكية القادمة؟ ماكبث يا ساتر يا ساتر. فظيع كلمة الدم تتكرر فيها أكثر من 100 مرة. لورد ماكبث وليدي ماكبث بحيكوا مؤامرة شنيعة بروح ضحيتها ملك وحاشيته وبتتوالى مؤامرات اللورد ماكبث والليدي تبعه لحتى يغرقوا. انت نسيان انه الفرقة تبعي هي الفرقة الملكية البريطانية اللي عم تعرض باسم الملكة اليزابيث. بقى اللي مين بيقدر يوقف بوش الملكة يا لورد؟ ولا مين بيقدر يقول للفرقة الملكية يا طابق؟ لا مثلي اللي مين يا لورد؟ يعني بعد ما تابعنا هاللقطات من مسرحية شكسبير، يمكن بعد ما حكيت لنا أنه النص كيف تم، كيف اقتبست هذا الاسم المرتبط والمقترن بالتاريخ، خلينا نعرف على أي أساس نحن اخترنا أبطال مسرحية شكسبير ملكاً. هلأ معظم الفنانين الممثلين المشتغلين بهذا العرض هن من المسرحيين المهمين بالمسرح اللاذقاني والمسرح السوري بشكل عام، واللي بيميز هذا العرض انه هو في عده اجيال مسرحيه. يعني في اللي هلا شفتوا حضراتكم الاستاذ نبيل مريش اللي هو من الرعيل الاول تقريبا من الستينات بيشتغل مسرح باللاذقيه، وفي ايضا من جيل اخر اللي هو الاستاذ عبد الناصر مرقبي والاستاذ فايز صبوح الاستاذ محمد ابو طه، وايضا هناك جيل اخر من جيل الشباب الهواة. يعني ثلاث اجيال مسرحيه فتحوا لهم مجال تماما. يعني في عنا جيل الشباب الهواة ايضا كان لهم حضور وحصه كبيره من هذا العرض. بصراحه تم العمل على هذا العرض مثل ما بنشتغل دائما بطريقه الارتجال، يعني يتاح للممثل انه مساحه كبيره من الحريه بانه هو ممكن يطور بالدور، ممكن يعطي ملاحظات، ممكن يضيف على دوره من خلال ثقافته وخبرته. كيف بتشجع الممثلين على تقويه العلاقه مع خشبه المسرح؟ هلا هن الممثلين اولا محترفين، وفي بس هذا السؤال ممكن يصح على الممثلين الهواة. ممثلين الهواة اللي هن حكينا هن من الشباب المسرحيين، هن بصراحه عملوا دوره بمعهد القباني للفنون المسرحيه، عملوا ورشات عمل متعدده. واول معهد كان بسوريا تماما حقيقي صحيح. معهد القباني اول معهد للتمثيل خاص بيصير بسوريا، فيما بعد صار في عده معاهد خاصه، فهذول كلهم هن خريجين هذا المعهد اللي هو معهد القباني، يعني بيعرفوا أبجديات العمل المسرحي بشكل جيد. نعم، قديش خشبة المسرح خلينا نقول إلى رهبة؟ نعم. هي رهبتها كتير كبيرة، سواء كان مثل ما قلت أنه محترفين أو حتى هواد، لأنه نحن على خشبة المسرح لا في مونتاج لا في ميكساج لا في شيء، فنحن على وقديش كمان في احترافية بإيصال الفكرة بشكل مباشر، وقت يكون هيك الشخص مقابلك غير الجمهور عم بيتابعه عم يشوفه طبعا. يعني فيس تو فيس، غير مثلا ما تكون على التلفزيون في مونتاج وفي موسيقى تصويرية وفي بغض النظر طبعا. قديش خشبة المسرح هي خلينا نقول هيك بالخط العريض هي شيء له رهبة له وهرة. صحيح، حكما المسرح، وأنا بشبه خشبة المسرح مثل الجواد الأصيل، يعني أي حدا ممكن يمتطي هذا الجواد وما نو فارس حقيقي مثل ما بنعرف أنه حاجتك للمسرح مثل حاجتك للهواء. يعني طبعا أكيد فإذا ما كان هذا فارس حقيقي ممكن الجواد يعني يرميه عن ظهره. فأي الخشبة المسرح نفس الشيء، إذا ما كان الممثل حقيقي أو ممثل يعني متمكن جيدا بيقدر يأثر على الجمهور كمان. طبعا هو الجمهور نفسه ما بيتواصل معه بيلفظه يعني، فمشان هيك الشباب وأي ممثل مسرحي هو ممثل يعني بالضرورة طبعا ممثل قوي جدا حكما، لأنه مؤهل جيدا، أدواته من إلقاء من صوت من جسد من لياقة من إحساس، فطبيعي جدا أنه هن الممثلين أنه يطلعوا على خشبة المسرح ويواجهوا جمهور دون أي إحساس بلا رتوشات طبعا أكيد. لكن حكما ويمكن أكبر الفنانين والنجوم بيقولوها لحتى الآن، أول ما يطلعوا على خشبة المسرح يمكن أول دقيقتين ثلاثة بيحسوا بهي الرهبة القوية، علما أنه بيكونوا هن يعني متمكنين جيدا، لكن هي الرهبة موجودة، رهبة مواجهة الجمهور بشكل مباشر.